رجعنا من الفاصل ودلوقتي الرز بتاعنا استوى. هنعمل ايه؟ هناخد او نجيب حاجة نحطه بيها في القالب. هتاخدوا قالب الفرن بالشكل ده وتنقلوا الرز تعملوه تحت. بس قبل ما نحطه تحت لازم ندهن بالزبدة، عشان الزبدة دي هي اللي هتساعدنا انه الرز يتحمر وكمان نعرف نطلعه خرط سليمة من القالب. هدهن بالزبدة بالشكل ده. وعلى فكرة في اشكال كتيرة جدا للرز تعمليه يعني بنفس الطريقة. هنعمل برضو واحد النهاردة، بس انا قلت يعني في اشكال كتير كتير جدا ازاي تستهلكي الرز او تعيدي استخدامه في وصفات تانية، بس انا حبيت اعمل دي لانه دي لينا كلنا في البيت بيها ارتباط، وبتهيالي ناس كتير بتحبها يعني، لانه البسلة واللحمة المفرومة دي الكل بيحبها. المهم انه وانتي بتعملي الرز تكبسيه كويس في القالب، ممكن تحطي طبقة واحدة او ممكن تعملي زي ما انا بعمل دلوقتي، تعملي طبقة وبعدين تحطي عليها شوية بشاميل وتعملي طبقة تانية وتحطي البشاميل على الوش كآخر مرة، سواء كده سواء كده بتوصلي لنفس النتيجة. تاخدي بقى البشاميل بتاعك، انا حاسة انه البشاميل شوية جمد عشان تأخرنا عليه، مش مشكلة طالما جمد بالشكل ده ممكن تعمليه على الوش، ده حاجة كويسة جدا عشان خاطر تطلع معاك الخرطة سليمة. لو كان مثلا يعني خفيف شوية ممكن تحطيه في النص يسقي الرز. هحاول ان انا اكبس، هقلل الرز عشان اعرف احط البشاميل اهو تمام كده. هروح بقى جايبه البشاميل بتاعي، متعملوش زي حرقت ايديا. وهاخد البشاميل زي ما قلت كده كده هيساعدني حلو قوي في الفرن، لانه هيدخل ويتحمر ويمسك نفسه لانه هيتخن تاني اكتر في الفرن، فهيمسك نفسه فهعرف اطلع خرطة الرز سليمة. كده مش عارفه ليه انا الصينيه دي فكرتني بأبلة منال. أبلة منال لما بتفرج على البرامج بتاعتها تبقى كلها من النوعيه دي ومن العيار ده، الصواني اللذيذه الحلوه والطواجن يعني. حتى والله دلوقتي جت على بالي وانا بعمل القالب ده. برضو أبلة منال يعني ليها حسها وليها نفسها في القناه، يعني من الناس اللي فعلا على المستوى المهني انا بحترمهم جدا وبحبهم قوي قوي. وصدقوني أبلة منال انا اكلت اكلها يعني، انا ببقى بدعي ربنا انه تصويري يجي مع تصويرها، عشان بقعد كده ايه في الاستوديو قدام الباب اي حاجه طالعه من الاستوديو باخدها كلها، بقول له محدش يلمس حاجه من حاجه أبلة منال، يعني بقول لها كل سنه وانتي طيبه وربنا يعيد عليك الايام. بنحط بقى شوية جبنة رومي على الوش عشان تبقى محبشة وحلوة، انا بحب في الحاجات التقليدية دي احط جبنة رومي. ومش فاضل بقى غير ان احنا ندخله الفرن يعيش حياته على درجة حرارة 180 ل 200 لمدة تقريبا يعني نص ساعة على 40 دقيقة. هحاول انضف الدنيا لو في حاجة،
لو اني يعني مش عملناش حاجه كبيره قوي وما وصلناش اي حاجه، بس هو البشاميل بس عدى معانا في كذا حته. ده انا خلصت منه، ممكن احطه على جنب، وده كمان خلصنا منه. هنيجي بقى للحاجه الثانيه اللي بتفضل في البيت. الحاجه الثانيه اللي بتفضل في البيت هي الفراخ المسلوقه وشوربه لسان عصفور. ازاي نعمل حاجتين من الحاجات دي، او على الاقل حتى لو ما فيش فراخ نعمل من لسان عصفور. نعمل كشك، بس مش اي كشك، كشك بلسان العصفور. هحتاج اجيب الحله. صدقوني لسان العصفور بيلعب دور بالظبط بالظبط الرز. بعد ما بنعمل الكشك او خلطه الكشك بالزبادي، لسان العصفور بيختفي، ما بيبقاش باين، فبنحس ان احنا بناكل رز. انا لما جيت اعمل الوصفه دي قلت قبل ما اعملها في البرنامج لازم اجربها. رحت بقى عملتها في البيت، وعملت الكشك وحطيته في الاطباق، وعملت له البصل بتاعه وقدمته، جم ياكلوا. الله تسلم ايديكي، حلوه قوي الكشك وكل حاجه تمام. قلت لهم انتوا حاسين بحاجه متغيره؟ قالوا لي لا. طب شوفوا كده يعني في حاجه متغيره ولا لا؟ مفيش، هو الكشك بتاعك بتاع كل مره. قلت لهم ده كشك بلسان العصفور، ما كانش حد مصدق. فهنحتاج شويه سمنه، خلونا نشتغل بالسمنه النهارده. الاطباق اللي هي شعبيه شويه دي ببقى محتاجه اشتغل فيها بالسمنه. حط شويه سمنه هنا، وهضيف لها لما ندوب لسان العصفور عشان تبقى المرقه دسمه. اهي بواقي شوربه لسان عصفور عندنا من الاول. ممكن في الحاله دي لو شفت الشوربه قليله، يعني لو فضل مثلا بوله بس او حاجه كده، وغالبا دايما الشوربه بيفضل فيها لسان عصفور كتير لانه بيبقى في قعر الحله، نحط عليها شويه ميه زياده. لو احتاجنا ممكن نضيف ونزود عليها مكعب مرق. لو قلنا زي ما انتوا يعني لو حسيتوا ان هي محتاجة دسام، ونخليها تغلي هنا على جنب. هجيب بقى حاجة غويطة، هاخد بقى خلوني اغسل المعلقة دي. هاخد بقى الدقيق اخلطه مع الزبادي. انا بحب اعمل الكشك بالزبادي، بحس ان هو بيديله حموضه حلوه قوي، وده بيساعد انه يقوي نكهه الكشك. وعندي صدرين او شويه فراخ مسلوقه حسب اللي عندك، عندك وراك، عندك فخاد، عندك اي حاجه ممكن تستخدميها. عندي هنا الزبادي وعندي الدقيق. هتاخدي حوالي، شوفي انت مقدار الشوربه اللي انت عاملاها ايه. سنكون كوبايه شوربه حط لها حوالي 3/4 معلقه او نص معلقه كبيره من الدقيق. وعندي هنا الزبادي، وهجيب سباتولا لانه السباتولا هتساعدني جدا ان انا اعمل الكشك، لانها بتخلي الدقيق بيدوب كويس قوي في الزبادي. السباتولا بتلعب دايما دور الايد، انها مفلطحه كده فبتدخل مع المكونات كويس قوي. اضربي بقى لحد ما تحسي ان الدقيق اختفى في الزبادي. مفروض الكشك دي معلومة اضافية، احلى حاجة انك تعملي اللي هي خطوة الدقيق دي والزبادي، تعمليها وتسيبيها طول الليل برا، يعني كأنك بتخمري الزبادي. دي بتبقى كمان لذيذة جدا في الكشك، بس لو مستعجلة مفيش اي مشاكل. ممكن لو حابة انت ممكن تضيفي شوية فلفل اسود للكشك او خليط الدقيق والزبادي عشان يديله نكهة حلوة. الملح او الملح ما تحطيش لانه اوريدي الشوربة متملحة. وقلبي زي ما قلت، اهم حاجة تتأكدي ان الدقيق داب كويس قوي في الزبادي عشان ما يكلكعش معانا في الشوربة اللي احنا هنعملها. ايه؟
انا ما بحبش اوقف التصوير ابدا، انا بتعامل مع الاستوديو بتاع مطبخ اسيا كانه بالظبط مطبخ اسيا اللي في البيت، كل حاجه ورد. خلاص كده الخليط بتاعي جهز، هنضف الدنيا قبل ما تغلي الشوربه واشيل اي حاجه انا مش محتاجاها. هجيب طاسة أحمر فيها البصل للكشك، ومش هنزل بخليط الدقيق والزبادي في الشوربة إلا لما أحمر البصل ويتحمر كويس قوي، لأنه أنا محتاجة آخر حاجة أخدها أحطها في الكشك هي الزيت بتاع البصل عشان يديله نكهة حلوة. هحط شوية زيت نباتي. هنحمر البصل زي تحميرة الكشري أو بصل الكشري عادي جداً، زي ما قلت انا محتاجة الزيت بتاعه ده عشان اضيفه للكشك عشان هو اللي هيديني النكهة الحلوة. والشوربة بتاعتنا اهي ابتدت تحيا وتسخن وتبقى فريش من جديد، ولا هتبقى بايتة ولا اي حاجة. هستنى بقى على الزيت ده يسخن شوية ويقدح عشان خاطر اعرف احمر البصل، بس خلوني اغير الاماكن عشان نستعجل. ممكن نحط الشوربة هنا. وهنحط البصل يتقلي زي ما قلنا الطريقة العادية. نطلع فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل يكون البصل بتاعنا اتحمر. اشوفكم بعد الفاصل.